السلام عليكم. انتم في التوتوريال الثامن ديال التاسع ديال لونغاج سي. في التوتوريال ان شاء الله غادي نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع لي كاركتير، كيفاش نقدو واحد مثلا واحد البروجي باش انه يافيشي لنا النون ديال داك ليوتيليزاتور اللي دخل. غادي نخليو ليوتيليزاتور يدخل واحد النون بحال هذا محسن وندير اونتري، غادي يكتب لنا بونجور محسن. اذا كيفاش غنديروا هادشي؟ اولا غادي نحيد هادشي باش نعاود من الاول. اشني هي لا فاريابل اللي تتهز لي كاركتير؟ هي شار، هي لابريفياسيون ديال كاركتير. تنسميوها كيما بغينا مثلا نو وصافي نسدوه هكا. غنديرو سكان اف، غنديرو بورسونتاج سي على الكاركتير، وغنديرو النون ديال الفاريابل نون وغنسبقو ليها اند بحال هكا باش يدخلنا داك ليتيليزاتور ان كاركتير. غنديرو برينت اف باش نشوفو داكشي اللي دخل لينا ليتيليزاتور. مثلا غنديرو هنايا بونجور بورسونتاج سي، ونديرو لا فاريابل ديالنا اللي هي نون بحال هكا. غادي نديرو كومبيلي، نديرو كومبيلي نشوفو دابا تيتسنى لنا ندخلو ليه شي كاركتر. مثلا ندخلو ا كيما تشوفو بونجور ا، بلاتي ندير سلاش ان باش نرجع للسطر باش تشوفو داكشي واضح. ندير سلاش ان، ندخلو مثلا ا كيما تشوفو بونجور ا. نعاودو مثلا بحاجة اخرى بي، بونجور بي. كما تلاحظوا تيشد ديك لا فالور اللي دخلنا ليوتيليزاتور، تيديرها في واحد لا فاريابل اللي سميناها نو، تي افيشيها. مثلا الا بغينا ندخلو اسم كامل، اسم كامل مثلا محسن، غادي لنا بونجور ام، لانه تيشد غير كاركتر واحد، تيشد الكاركتر الاول وتيخلي داكشي الاخر ما تيشدوش. اذا كيفاش غادي نجعلو باش يشد لينا بزاف ديال لي كاركتر؟ بعدا خصنا هاد لا فاريابل تولي كبيره، ما تبقاش شدها كاركتر واحد. اذا غادي نكريو واحد النوع اخر ديال لي فاريابل، هما لي المصفوفات بالعربيه، المصفوفات لي زري، تيكونوا مثلا بحال هكا. انا نشرحهم لكم. مثلا عندنا فاريابل سميتها ا، هاد لا فاريابل سميتها ا فيها كاز وحده، في مثلا كاز وحده باش اليوزر يدخل لنا شي حاجه، تشد كاز وحده باش نمحي هادشي. كما قلت عندنا مثلا فاريابل ا بغينا ندخلو فيها الرقم 4، ها كيفاش تكري هاد لا فاريابل؟ تتكري ا وفيها مثلا كاز وحده بحال هكا، هاد الكاز هي فاش تكتب الرقم 4. مثلا عندنا فاريابل كاركتر سميناها مثلا ا، تا هي تتساوي مثلا هاد الكاركتر اللي هو مثلا بي، غادي تكتب بحال هكا. تا هي غادي تولي عندها كاز وحده، هذيك لا كاز غادي تحط فيها هاد الكاركتر اللي هو بي بحال هكا. باش نجعلوه هنا يولي عندها لي كاز بزاف، غادي نكريو وحده من دوك لي فاريابل اللي قلنا سميتهم المصفوفات. كيفاش هاد المصفوفات هادو تتكريو؟ بحال هكا، تدير نو سميه ديال الفاريابل، تدير هاد جوج ديال الاقواس لي ما عرفتش سميتهم. المهم هادو راه كاينين كونترول و ماشي الت و خمسة و الت و دوغري في الكلافي، وتنديرو وسطها شحال ديال لي كاركتير غتهز. مثلا 20، نديرو 20 كاركتير. دابا كرينا فاريابل غادي تهز لنا 20 كاركتر في بلاصه من كاركتر واحد. كيفاش هادشي؟ نديرو مثلا 3 باش يسهل عليا انا في الشرح. غنديرو مثلا 5، ديرو هزات تهز 5 ديال الكاركتر. عندنا ديك لا فاريابل، عندنا ديك لا فاريابل غنسميوها مثلا نو، هي اللي عندنا فيها غتهز 5 ديال لي كاركتر. هذا يعني ان هذيك لا فاريابل نو غادي يكونوا عندها 5 ديال لي كاز فين تخزن، 1 2 3
أربعة خمسة. إذا مثلا دخلنا لها شي حاجة هنايا، دخلنا لها مثلا كاركتر تساوي هكا، راه غادي تهز خمسة ديال لي كاركتر، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ديال لي كاركتر اللي غتهز، ومن بينهم هي لو وصلت، المهم غادي غنشوف من بعد، غتهز خمسة ديال لي كاركتر بحال هكا. مثلا عندنا هنايا محسن، ما تهز واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، غادي تهز لنا غير محس بحال هكا. غادي دير ام هنايا الكاركتر الاول، يو او يو اش سي، خمسة ديال لي كاركتر. مثلا درنا هنايا سبعة، غادي تزادوها جوج ديال لي كاز اخرين، هنايا غادي تزادوها جوج ديال لي كاز اخرين، هاتي باش تشوفو هاتي مزيان، غادي تزادوها جوج ديال لي كاز اخرين. فهاد لي كاز غادي تكتب اي و ان، باقي خاصة واحد، اذا غنديرو هنايا تمنية، غتزادها كاز اخرى بحال هكا، غدير فيها او. اذا ولا عندنا النون كامل، ممكننا نافيشيو. اذا غادي نجيو نطبقو هادشي دابا، غادي نجيو غادي نكريو فاريابل اري مصفوفة، غادي نديرو فيها مثلا عشرة، تهز عشرة ديال لي كاركتر، وغنخليو لها القيمة ديالها خاوية. هادي ملي تنديرو هاد الري هادي، تنوليو نديرو هنايا بورسونتاج اس، على اساس انها سترينغ، تنديرو بورسونتاج اس، تنديرو بورسونتاج اس هنا، ما تبقاش كاركتر، تتولي سترينغ. وشنو هي سترينغ؟ هي تكست، تكست بحال هكا، هذا ستان سترينغ. غادي نديرو كومبيل عاوتاني البروغرام. اذا دخلنا لي مثلا محسن ودرنا اونتري، غادي يكتب لنا بونجور محسن، لانه هز عشرة ديال لي كاركتر ودارهم في لا فاريابل. مثلا درنا خمسة ديال لي كاركتر كما قلنا قبيله، ديرو خمسة وكتبنا ليه محسن، غادي يهز، غادي يهز دوك لي كاركتر كاملين اللي كاينين فيه هنايا، وغادي يدخلهم لهاد الري، واخا فيها غير خمسة ديال لي بلاص. ولكن لنفرض اننا بغينا نديرو النون كامل، درنا مثلا محسن ودرنا اسباس محفوظ، هذا هو السمية اللي بغينا نديرو، درنا لي اونتري، غادي افيشي لنا غير محسن، لانه تيجي ملي تلقى اسباس صافي تيزقى، تينيوري كاع داكشي اللي مورا الاسباس، ما تدخلوش في ديك لا فاريابل. اذا اشنا هو الحل؟ دابا قادين عندنا بروغرام، هذا هو البروغرام اللي غادي ندخلو ليه مثلا نو، يافيشي لنا بونجور نو. بغيناه مثلا في بلاصه ما يولي يشوف اسباس ويوقف، يولي يكمل، غادي هاد الجمله ديال سكان اف ما تبقاش خدامه، غنحيدو سكان اف، غادي نجي واحد الجمله اخرى تسميوها اف جيت. هاد اف جيت ستاخد 3 ديال لي بارامتر، البارامتر الاول هو النون ديال الفاريابل، ماشي الفاريابل، هاد الاري، خصنا نعطيوه النون ديالها، تنديرو فيرغول، تناخدو شحال من الرقم ياخد من الكاركتر، مثلا نديرو خمسة بحال سميتو، غادي ياخد غير خمسة، نديرو مثلا عشرة هنا وعشرة هنا، نحولو لعشرة باش يهزلنا بزاف ديال لي كاركتر. وتنديرو البارامتر التالت، هذا خصكم ستوندار اس تي دي ان، هذا غير حفظوه هكا، راه كان ديما تيتكتب هذا هنا. غنديرو كومبيلي وغنجيو دابا نشوفو، نكتبو محسن اسباس محفوظ، ونشوفو ما خدمهاش لانه كاين فيه غير عشرة ديال لي كاركتر، غادي نحولو عشرة، نديرو عشرين مثلا باش يهز بزاف ديال لي كاركتر. وغنديرو كومبيلي، غادي نكتبو ليه دابا محسن محفوظ، غادي ندير اونتري، غادي تلاحظوا انه غيكتب لنا محسن محفوظ. اذا هذا هو كيفاش تدخلوا تخليو اليوزر يدخل شي فاريابل. يمكن لكم تزيدوا هنايا واحد برينت اف قبل من هاد اف جيت، برينت اف ديروا فيها مثلا اونتري فوتر نو، بحال هكا، ونديرو سلاش ان باش يرجع صدر. المهم نديرو هنايا كومبيلي، غادي لنا اونتري فوتر نو،
غنديرو محسن محفوظ ونديرو اونتري غيدير لنا بونجور محسن محفوظ. اذا كان هذا هو التوتوريال التاسع. ما عرفتش شنو غنتعلمو في التوتوريال الجاي ان شاء الله، ولكن غالبا غنشوفو شي تمرين من لي سيري، شي اكزرسيس من لي سيري، ونحاول نخرجو كاملين. نتمنى انكم فهمتوا هادشي، تكونوا فهمتوا هادشي مزيان. نشوفكم في تيتوريال اخر ان شاء الله. اللي ما فهمش شي حاجه يعاود الفيديو من الاول، وانا متاكد انه غادي يفهم. شكرا، تبعتوا معنا السيري، ونشوفكم في تيتوريال اخر ان شاء الله.